والرسل، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه ودينه لهداية خلقه. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم ويبين لهم دينهم، والله جل وعلا أقام الحجة بهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا أرسل الرسل، وعدد الرسل لا يعلمهم إلا الله كثيرون، ومنهم من سمى الله لنا مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ما ذكره الله في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان كذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. هؤلاء سماهم الله، نؤمن بهم بأعيانهم، نؤمن بهم بأعيانهم، ومن لم يسمه الله نؤمن به جملة. الله جل وعلا يقول: منهم من قصص، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فنؤمن بهم جميعا من سمى الله ومن لم يسمي منهم. من كفر بنبي واحد كفر بالجميع، لا بد من الإيمان بهم جميعا. من كفر بنبي واحد منهم كفر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والله جل وعلا قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الإيمان بالرسل،